ايه ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معكم احمد عمت، وفي فيديو النهارده هنتكلم عن اسوأ 5 مباريات ممكن تشتريهم في 2020. بس قبل ما ادخل في الفيديو عايز اوضح حاجه، ال5 مباريات اللي هتكلم عليهم النهارده مش الاسوأ، ولكن هما كانوا بيقدموا كده مقابل سعر حلوه وكانوا مباريات ممتازه كل حاجه. ولكن خلاص دلوقتي جه الوقت انك خلاص تمتنع عن شرائهم وتفكر بقى وتشتري في حاجات تانية، ان في حاجات نزلت مكانهم ونفس السعر بتاعهم بقت تقدم قيمة مقابل سعر، عشان بس محدش يفهمني غلط ويقول انت بتطبل الشركة الفلانية او بتكره الشركة الفلانية. وبس قبل بقى ما نبدأ الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا ما نضيعش وقت كتير وندخل في الفيديو. واول موبايل هنتكلم عليه النهاردة وهو موبايل من شركة انفينكس، هو الانفينكس اوت 7. موبايل انفينكس اوت 7 دوت، الصراحة انا استغربت جدا ان الموبايل لحد دلوقتي سعره 1750، والموبايل هنا الصراحة يعني الموبايل ده مش بيقدم لك امكانيات حلوة خالص، يعني المعالج في الموبايل ضعيف عن بقية المنافسين اللي في نفس فئته، كمان الموبايل بيجي برامات قليلة يعني كاميرات قليلة، فالحاجات دي كلها الصراحة مش هتساعدك ومش هتساعدك مع التطور اللي بيحصل في 2020. فأنا نصيحتي ليك انك ما تشتريش الموبايل ده نهائي، وانك مثلا تصبر شويه لحد ما تكون مبلغ حلو كده ويبقى معاك مثلا 2000 2000 ونص، وتجيب معاه مثلا الريلمي 5 هتلاقي بيقدم لك قيمه كويسه جدا، او تصبر شويه لحد ما الريلمي سي 3 ينزل برضه هيكون بيقدم لك قيمه ممتازه جدا وعاليه جدا عن الانفينكس نوت 7. وتاني حاجه معانا وهي موبايلات هواوي هونر. موبايلات هواوي هونر الجداد الصراحة بيقدموا لك قيمة مقابل السعر عالية جدا، يعني مثلا هواوي نوفا 7 اي ده موبايل ممتاز جدا وبيقدم لك قيمة مقابل السعر عالية جدا، ولكن للأسف الطرق اللي كنا ممكن نستخدمها عشان ننزل خدمات جوجل على الموبايل للأسف خلاص اتمنعت، وشركة جوجل قدرت توقف الحاجات ديت، ودلوقتي انت متقدرش تنزل خدمات جوجل على موبايل هواوي او هونر. حتى لو شركة هواوي هونر اكتشفوا طريقة جديدة برضو هتحصل نفس المشكلة، ان شركة جوجل هتوقف الطريقة وهتتوقف مش هتقدر تنزل خدمات جوجل وهواوي. فانا مش شايف الصراحة انك يعني مش لدرجة ان تاخد عشان تاخد قيمة مثلا مقابل السعر قوي يبقى تروح تضحي بخدمات جوجل، يعني في موبايلات ممكن تاخد قيمة اقل شوية من القيمة اللي تقدمها لك هواوي، ولكن عشان تاخد خدمات جوجل، خدمات جوجل ديت يعني من اهم الحاجات اللي انت ممكن تاخدها، يعني جوجل يوتيوب الحاجات اللي انت اصلا بتستخدمها في الموبايل او الحاجات ديت، فيعني ما انصحكش خالص انك تروح تضحي بخدمات جوجل مقابل انك تاخد قيمة مقابل سعر عالية. وتالت موبايل معانا وهو موبايل نوكيا، نوكيا 7.1. موبايل نوكيا 7.1 ده لو بصينا على اول حاجه فيه وهي التصميم هتلاقي ان التصميم هنا جاي بخامات رديئه جدا، مش زي الخامات اللي اتعودنا عليها دايما من شركه نوكيا. كمان هنا لو بصينا على سعر الموبايل هتلاقيه جاي ب 4900 جنيه، وهتلاقيه الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 660. تخيل انك تدفع 4900 عشان تاخد موبايل بسناب دراجون 660 اللي هو اقل فرق كبير او اقل فرق ضخم عن المنافسين، فالموبايل ده انا ما انصحكش نهائي انك تشتريه عشان هو مش بيقدم حاجة ممتازة، بل بيقدم حاجات اوحش بكتير من المنافسين اللي بنفس الموبايل. ورابع موبايلات معانا النهاردة وهو موبايل ريلمي سي 1 وريلمي سي 2. انا عارف انك هتيجي تهاجمني دلوقتي وتقول لي ان الموبايلات دي بتقدم قيمه مقابل سعر عاليه جدا، وعايز اقول لك ده فعلا، حتى انا زمان لما جيت ارشح موبايلات كنت برشح ريلمي سي 1 والريلمي سي 2 مع بعض دايما، ولكن انا دلوقتي عايز اقول لك اصبر شويه وما تشتريش الموبايلين دول دلوقتي خالص، لان الموبايلين دول بيجوا ب2 رام مع 16 جيجا، يعني حياه دلوقتي مش هتمشي خالص مع 2020. فانا من رايي برضو تصبر شويه لحد ما ينزل ريدمي سي 3، ده هيبقى افضل بكتير، جاي مع رامات عاليه، جاي مع مساحه عاليه، مع معالج عالي وافضل بكتير من اللي موجود في الريلمي سي 2 والريلمي سي 1. فانصحكش انك تشتري الموبايلين دول خالص وتصبر شويه لحد ما ينزل ريلمي سي 3، او زي ما انا بقول لك كده ممكن تروح تشتري ريلمي 5 دلوقتي لو عرفت انك تزود على سعر اللي معاك وتروح تشتري ريلمي 5. واخر موبايلات معانا وهي موبايلات ايفون. عايز اقول لك انك ما تشتريش اي موبايل من شركه ايفون اقل من ايفون اكس، لانك لو اشتريت موبايل اقل من ايفون اكس عايز اقول لك ان هو مثلا ايفون 7 ايفون 8 ايفون 6 ايفون 4 ايفون 5 الحاجات دي كلها، الموبايلات دي خلاص دلوقتي ما بقتش تقدم لك قيمه زي اللي كانوا بيقدموها زمان. يعني دلوقتي انا شايف ان في موبايلات اندرويد افضل بكتير من ايفون 7، افضل بكتير من ايفون 8، افضل بكتير من ايفون 6، فليه تروح تشتري عشان فخامة التفاحة؟ يعني انا شايف ان فخامة التفاحة ما تكفيش انك تروح تاخد قيمة اقل من قيمة المنافسين، يعني ممكن تروح تاخد موبايل اندرويد
وهيكون اعلى كمان من موبايل الايفون، ولكن انت هتروح تشتري الايفون عشان فخامة التفاحة. لو عايز فعلا تشتري فخامة تفاحة بقى وتشتري حاجة عالية، فبنصحك انك تشتري ايفون اكس، اقل من كده منصحكش بس نهائي. كده يا شباب، وصلنا الفيديو. لو عجب الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش بقى تعمل شير لاصحابك عشان هما كمان يستفادوا وما يعوش ويروحوا يشتروا اي موبايل من موبايل ابديت. وبس كده، يلا مع السلامة.